أقام معهد البحرين للتنمية السياسية يوم أمس حفل تدشين برامجه السياسية المتنوعة لهذا العام. 61 ورشة عمل يرافقها 13 برنامجا تدريبيا وتوعويا ستوجه للعديد من الفئات المستهدفة في المجتمع بهدف رفع مستوى الوعي السياسي لديها ولتنمية روح العمل السياسي عندها. في كل عام يحرص معهد البحرين للتنمية السياسية وضع جميع فئات المجتمع في صورة حجم ونوعية البرامج التي ينوي تنظيمها على فترات مختلفة من السنة. برامج تسعى إلى زيادة الوعي السياسي والتنموي لدى الأفراد والجماعات على اختلاف مجالات عملهم. معهد البحرين للتنمية السياسية ينوع في البرامج ودائما يطورها على أساس أنه يستفيد من التجربة اللي مر فيها في السنوات الماضية لتحسين مخرجاته. ما إن جاء المعهد على انتقاء هذه الفعاليات التي تعد الأكبر في تاريخه، حتى كان من البديهي ملامسة العديد من الأهداف الواجب إمضاؤها كتعزيز الثقافة السياسية وإعداد كوادر وطنية مؤهلة للاندماج في الحياة السياسية التي يتطلب الخوض فيها وعيا سياسيا لا يقامر بروح الانتماء والوحدة الوطنية. من المتوقع أن تصل نسبة الشباب في دول مجلس التعاون لمن هم في السن أقل من 25 سنة مع حلول 2020، أي أقل من 4 سنوات، 54%. لذلك تم التركيز في برامج هذا العام على هذه الفئة. لن نحقق قصة نجاح لمعهد البحرين للتنمية السياسية إلا بتعاون الجميع. في السنة الأولى يجب تحديد الاحتياجات من خلال تغطية كل الفئات اللي يستهدفها المعهد، ليس الاعتماد فقط على تجربة سابقة، ليكون التقييم عملي لا نظري. لدى المعهد شراكات عمل مع مؤسسات سياسية رسمية تدعم جدوى برامجه التي تتمحور حول الجانب التدريبي والتوعوي. المعهد شريك أساسي في تنمية المجالات في مملكة البحرين، سواء كان مع القطاع الحكومي كمؤسسات حكومية أو مع المجلس التشريعي بغرفتيه اللي هو مجلس النواب والشورى. نحن سعداء أن نكون كشريك لمعهد التنمية السياسية لأنه يلعب دور كبير في نشر الثقافة الديمقراطية في المجتمع البحريني، وأيضا في نشر الثقافة الحقوقية، وبالتالي نحن دائما داعمين ونكون دائما كشريك أساسي هذا النوع من المؤسسات. وغير بعيد عما يقع على عاتقه من مهام سامية تتمثل بترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية في نفوس العديد من أطياف المجتمع، إلى أن المعهد يسعى إلى إقرار العديد من المسابقات التي تخاطب فئة الشباب لإعدادهم إعدادا مثاليا ليكونوا قادرين على التوغل في الأنشطة السياسية بكل جدارة واقتدار. دربونا على أن الشباب شلون يقدرون يكونون كلمة قوية. إحنا ممكن نبني وليس نهدم. أنا استخدمت في خطابي السياسي كلمات ممكن تأثر بشكل إيجابي. باقة متنوعة ستطرح في قادم الأيام، حرصت على أن يحاكي مضمونها نوعية فريدة من التأثيرات السياسية الإيجابية التي تتلاءم مع كل مرحلة من مراحل انتشار المبادئ الديمقراطية على نطاقات واسعة لتشمل جميع شرائح المجتمع. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.